يا مساء الفل والجمال على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم هنتحاور. لسه بنتحاور مع بعض، بس عايزة أقول حاجة. الحقيقة بعد نسبة المشاهدة العالية للبرنامج وبعد نجاح الساحق اللي كان في سلسلة الحلقات اللي فاتت كانت عن الشعر، أكتر من موهبة كلمتنا، أكتر من موهبة اتوصلت معانا إن هي تظهر معانا، في أكتر من موهبة إن هي حبت إن هي تحجز حلقة الفترة القادمة. ده حقيقي شرف لينا، شرف لينا إن احنا نكون المنبر الإعلامي اللي بيظهر عليه كل المواهب ويكون في احسن صوره. فحقيقي احنا هنحاول، ويا رب نكون عند حسن ظنكم، يا رب الحلقات الجايه تكون مختلفه. هنحاول نجمع كل المواهب مش شعر بس، الحلقه الجايه هتكون معانا مختلفه مش شعر، لكن احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نظهر كل المواهب، نظهر كل المشاريع، كل الحاجات اللي بتشغلكم في برنامج هنتحاول. بس خلوني قبل ما ارحب بضيف النهارده اللي منورني، الموهبه الجديده المتالقه في الشعر، عايزه اقول ان انا كنت كتبت بوست على الفيس. البوست ده بقول ان كل واحد يكتب رساله لمامته، والرساله دي ان احنا بقدر الامكان هنقرا كم من الرسائل كده عشوائي قدام الكل يعني، وعشان مامتكم تسمعها تبقى اول هديه ليها. فالاول بس اسمحوا لي ان انا اقول لكل ام كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت فرحتنا، كل سنه وانت سندنا، كل سنه وانت ظهرنا، كل سنه وانت ماليه البيت علينا بهجه وفرح وامل، كل سنه وانت معانا، كل سنه وانت دايما مبسوطه، كل سنه وانت دايما راضيه عننا، لان احنا رضاكي اهم حاجه عندنا. كل سنة وأمي طيبة، كل سنة وكل أمهاتكم طيبين، لأن هم الفرحة اللي لينا، هم البهجة اللي لينا، ربنا يخلينا لأمهاتنا. ودلوقتي حابة أقرأ لكم بقى الكومنتات اللي أنتوا كتبتوها لأمهاتكم، وياريت يكونوا سامعين لأن دي أول هدية ليهم. وياريت ودايما هنتعود إن احنا كل حلقة بنكتب كومنت بوست على الفيس قبل الحلقة عن موضوع الحلقة، هناخد كومنتاتكم، وبقدر الإمكان أنا مش بس هتحاور مع الضيف، لا أنا هتحاور معاكم أنتوا كمان. أنا هدفي في البرنامج إن احنا نتحاور مع بعض، فعلشان كده هقرا كم من الكومنتات دلوقتي وهنشوف يعني مع بعض. في مارينا صادق بتقول: ماما حبيبتي كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت وصينا ومنوره حياتنا، كل سنه وانت معانا وعايشين بيها، وربنا يخليكي لينا يا ست الكل. في انا سيمون: ماما اميره حبيبتي كل وكل الدنيا بالنسبه لي، ربنا يخليكي لينا ويخلينا ليكي، انا وبابا وكرولس وإيلاريا، وعلى طول منوره البيت بضحكتك، بحبك قوي بنتك سيمون. في هبه صفوت: ماما امال يا روح قلبي كل سنه وانت معايا ومصدر فخري وتشجيعي، وربنا يخليكي ليا يا ست الكل يا غاليه. في جرجس خلف: كل سنه وانت طيبه يا ام جرجس خلف من المرج، منورين اهل المرج واهل القاهره كلهم. في تينا توتا: ماما هناء كل سنه وانت طيبه، ربنا يخليكي ليا يا رب وما نتحرمش منك ابدا، وتفضلي منوره حياتنا كركر ومرمر وجينا وجوجو ونشأت، وتفضل وسطينا على طول يا رب، ويحميكي لينا يا رب، بحبك يا احلى ماما في الدنيا. في جهاد عوض: اي لاف يو ماما. في شنوده روماني: ماما صباح يا حياه قلبي كل سنه وانت طيبه، وربنا يطول عمرك، ابنك شنوده. في سامح سامي: ماما ساميه من ابنك سامح، رغم اني في الغربه وبعيد عن حضنك، اللي انا دايما حاسه في كلامك معايا وضحكتك ليا لما بتكلم على الفيديو، كل سنه وانت طيبه يا احلى ماما في الدنيا، وبحبك جدا جدا بامانه. يوسف كرم: ماما كل سنه وانت طيبه وبخير دايما، ويا رب ما يحرمنيش منك ابدا. في بيشو: يسعد صباحك يا رب. كيمو: ماما حبيبتي كل سنه وانت طيبه وبخير دايما، ويديمك في حياتنا. في انا مودي: ماما حبيبتي كل سنه وانت طيبه. في جاكي جورجيوس: كل سنه وانت طيبه يا ماما. في وليد: كل سنه وانت طيبه يا امي. طبعا ده بعض من كومنتاتكم، كان نفسي اقرا كل الكومنتات بس عشان وقت الحلقه. مبسوطه بالكومنتات، ربنا يخلي لكم امهاتكم، ربنا يحميهم ليكم، ودايما يكونوا في حياتنا ودايما مبسوطين، ودايما هدفنا يكون هو رضاهم. خليني دلوقتي ارحب بضيفي اللي منورني ومشرفني النهارده، الموهبه الجديده المتالقه في الشعر معايا، الشاعر جميل نظمي المشهور بجيمي. اهلا بك يا جيمي، نورتني. الله يخليك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عايز دلوقتي منك تعرف نفسك للجمهور. انا جميل نظمي، 23 سنه، محافظه سوهاج، وحاليا عايش في اسكندريه. اهلا بيك. ربنا يخليك. احسن ناس طبعا اهل اسكندريه. ربنا يخليك. قلت حضرتك من فين؟ من محافظه سوهاج، بس حاليا عايش في اسكندريه. تمام كده، انت توسطت البلاد. طيب عايزه دلوقتي من حضرتك تقول لي قصيده عن الام، لان احنا كنا لسه بنتكلم على الام، حابين نبدا برنامجنا بقصيده عن الام. ماشي تمام. انا هقول قصيده اسمها مش هننسى. تمام. بقول فيها: كلمه شكر من القلب طالعه لكل اب وام رايحه، ده لولا انتوا ما كناش بقينا، ولا كنا دقنا طعم فرحه، كنا تهنا كنا اتنسينا، كنا ضعنا في دنيا جرحى، زمان تعبتوا وزاد تعبكوا، واحنا شفنا ده بعينينا، شفنا حب ما يتوصفش، حب واصل من زمان،
قبل ما خط ومن قبل ما امشي عرفت ايه معنى الامان، يعني حب ما يتغيرش ومن غير مقابل كمان. وهب يوم مصاريفي كترت وانا محتاج فلوس يا ابويا، مصاريف كتب وكرنيهات على كم طقم وشويه حاجات. قال لي يا ابني ظروفي صعبه والدنيا جايه كتير عليا، بس عشانك هحلها لك وازود تعبي كمان شويه. ما انت اللي نفسي اشوفني فيه، تعيش لي كل اللي ما عشتهوشي. طب ده تعبي مش بحس بيه، واقول ده ولدي ما هينساهوشي. بس اوعى يوم تصدمني فيك او احس ان تربيتي خابت، اوعى تضيع فرحتي بيك يلي عشانك انا دجني شابت. ومهما جات الاحزان تضمك، اوعى تيجي في يوم على امك، ده هي تعبت هي سهرت وعينها ما غفلت حتى ثانيه. وهو عنف وكان يزعق عشان ما تروحش في سكه تانيه، هي زعلت ولما زعلت وجيت تصالحها في لحظه حنت، ما كانتش تشيل في خاطرها منك ورغم التعب عمرها ما قنت. تسلم ايديك وتسلم التربيه يلي ربيتونا بيها، واي فرحه كانت او حتى جايه انتوا كنتوا السبب فيها. ومهما زادت المسؤوليه جواز وخلفه وعيشه لسه، ليكوا انتوا الاولويه، هنفتكركوا ومش هننسى. جميله جدا، وفعلا كل كلماتك منطبقه على الام والاب. عايزه طيب دلوقتي تقول لي انت بدات الشعر وانت عندك كام سنه بالظبط؟ هو انا بدات كنت في اولى اعدادي ساعتها يعني. تمام، ايه اول مكان القيت فيه شعر؟ هو انا كنت بحب اللغه العربيه وكده، كنت بحب البلاغه والنصوص، فكنت بتاثر بالنصوص اللي انا بذاكرها وكده، فكنت بطلع في الاذاعه المدرسيه. تمام، كنت بقول نصوص وكده. عايز اعرف منك برضو ايه الاوقات المفضله او الاماكن المفضله اللي انت دايما بتكتب فيها شعر، بتجي لك الافكار وبتبدا تكتب اشعار فيها؟ هو بص، هو الموضوع انه عشان اكتب شعر لازم يكون في ايه حاجه تثير العاطفه عندي. فهو بتبقى ايه في اثاره للعاطفه، فالعاطفه دي بتتحرك فبتاخد من المخزون اللي عندك من الافكار وكده. الافكار دي ممكن تكون حاجات ايه، اغاني سمعاها او كتب قرياها قبل كده او مواقف عايشاها في حياتك، فالمخزون ده كله بيطلع لما انت بتحصل اثاره للعاطفه، فالمخزون ده بيطلع تبدا بقى ايه تنظمي كلامك وكده فبتطلع القصيده. تمام، بس انا بالنسبه لي يعني هو المكان في المواصلات، انا يعني بكون في المواصلات كده بكون بتجيلك الافكار بقى. بالظبط. تمام، طب دلوقتي عايزين نسمع الاول، سمعنا قصيده عن الام، حابين نسمع منك قصيده كنت قلت لنا ان باسم ملكي وكتابتي، عايزين نسمعها منك. ماشي. قصيده اسمها ملكي وكتابتي، بتقول: بتتحملي زعلي وكآبتي وتحاولي انك تفكيني وتفشلي انك تنسيني، فتيجي جنبي وتكتئبي ويعدي يوم كلام اتقال وكلام لسه ما اتقالش، ويعدي التاني تستنيني اسال وما اسالش، ويعدي التالت قافل شات فتنامي بكلامك وتصحي كلامك بات، وتسالي نفسك هي دي النهايات ولا اصلا حب ما بدأش، وتشكي في اللي كان بينا وتحسي اني بتلكك، فتدوسي على اللي فات سنه وتشوفي اني بتلكك، وتدقي على البعد بايديكي بوداني سمعت صوت دقك، وتحطي خطه بيها تنسيني حاطه الخطه وحكماها، وتفتكري كلمة وحشتيني فتبوظ الخطة اللي عاملاها، تنسي ايه ولا ايه؟ ابقي إيه قابليني، ده انت اوضتك بصوري ملياها، وتلقحي عليا في الستوري حاجات بايديكي كاتباها، وبوستات تلفي بيها وتدوري يمكن اشوفها واقراها، وتسيب الفون على شحنك يرن وانت مش جوه، فتيجي بسرعة ملهوفة وتقولي لو يكون هو، وتلاقي النمرة مش هي نمرة اللي انت حافظاها، فترد بكل عصبية على البت اللي مصاحباها، وتفتحي الشات وتقلبي فيه وتجيبي من الماضي كلام قلناه، لو مش هتضيفي حاجة يبقى اقفليه عشان انت على الفاضي
كده قال آه، ما أنا صعب أشوفك قدامي أونلاين أخضر فاتح، وإزاي قادرين ما نتكلمش رغم إن أنت فاتحة وأنا كمان فاتح، بعد ما كنت معاكي بتكلم وعلى طول فاتح، دلوقتي بقيت أقفل ومفتحش وأقول هدخل أكلمها وفي القديم مفتحش، وكل ما أجي أدخل ألاقي الوضع بينا سيء ما يسمحش، وحاول مرة والتانية ما أنا عاوز أفرد التانية وفي الآخر ما بفردش ما بفلحش، وأخيرا بمسك الفون وأكتب هاي إزيك عاملة إيه، لو تعرفي بحبك قد إيه، طب بتكتب وتمسح ليه، يلا ابعت ما تمسحش، أما إنك جبان والجبن يغور يا أخي ما أنا برضه كمان معذور، مش يمكن أرن وما تفتحش، ولسه عايشة في المجهول ويلف عقرب ساعات يأسك، هو أنت خايفة البعد يطول ولا أنت مش واثقة من نفسك، هو أنت خايفة البعد يطول ولا أنت مش واثقة من نفسك، وترجعي تقولي هو اتأخر ليه، للدرجة دي مش سهل نسياني، تعبت وبجد عاوز أفهم ده حبيبي ولا واحد تاني، وتكفري بيا رغم إنك أكتر واحدة عارفاني. طب أقول لك حاجة، أنا في كتمة نفس كده بتجيني وقت النوم، وكل يوم مأزماني، وعلى كل جنب في سريري بلاقي صورتك ملازماني، تفتكري ده ايه؟ تمام جدا، هي قصتك جميله وحوار حلو، اللي هو انك بتتكلم بين طرفين، فعلا الحكايات دي بتحصل فعلا. القصيده انت كنت بتقول في اولها كلمات اللي هو بتحاولي بتحملي زعلي وكآبتي وتحاولي انك تفكيني وتفشلي انك تنسيني. الحب فعلا اننا نتحمل بعض، الحب ان احنا نحاول نفهم عيوب بعض، نحاول ما نزعلش من عيوب بعض، يمكن كمان ما نشوفهاش عيوب، لان الحب هو اللي بيساعدنا ان احنا نتقبل العيوب دي، الحب هو اللي بيخلينا نتحاول اما نفكر ان الزعل مني ده حب ليا، الاهتمام الزياده ده مش خنقه، الاهتمام الزياده ده حب، الحب هو اللي بيخلق جو من السعاده، الحب هو اللي بيخلق جو من الفرحه. دايما خلينا نحب بعض، نتقبل عيوب بعض، نتقبل كل حاجه من بعض، لان الحب بيتبني ان احنا يبقى في بيننا مشاركه، بيننا حب. الحب هو اساس الحياه، هو اساس الفرحه، هو اساس وجود الحياه. تقبلوا بعض، تقبلوا وفهموا بعض، تقبلوا العيوب، ما تعتبروش ان دي عيوب، العيوب بتتغير، لكن انتوا حبوا بعض، الحياه ما تستاهلش غير الحب. عايزين دلوقتي، القصه بتاعتك طويله طبعا، لسه فطويله جدا، عايزه اعرف منك دلوقتي انت دي اطول قصيده كتبتها واخدت منك وقت طويل ولا لا، ولا في غيرها يعني؟ لا، هي بالظبط اطول قصيده، هي لسه ليها كمال اصلا. فهي اطول قصيده بالنسبه لي يعني، لان هي يعتبر قصه متكامله، فيها طرف بيصالح تاني بيزعله وبعد كده بيصالحه. كلمنا عن فكرتك، جات لك ازاي الفكره بتاعت القصيده دي؟ والله الفكره يعني، هو انا كنت شايف انه يعني اغلب الشعراء لما بيجي يقولوا قصيده فبيهاجموا فيها الطرف الثاني، فدايما بيجيبوا اللوم والعتاب على الطرف الثاني، فانا حبيت اغير الفكره، او حبيت اقول ان انا ايه، مش عيب الواحد يكون هو الغلطان ويعترف للطرف الثاني انا غلطان وبلوم نفسي، فحبيت اغير يعني. طيب، عرفنا منك كمان انك بتكتب كلمات اغاني، دي حاجه حلوه غير القصائد، فعايزين نعرف منك، نسمع منك كلمات اغاني. ماشي. في اغنيه كنت عاملها اسمها عامل من الحبه قبة، بتقول يا حبيبي لو ممكن تسمع لي وبلاش في العند تسوق فيها، بتقول مش عايز ترجع لي اشمعنى انا كنت بعديها، زعلك طول على فكره رغم ان صالحتك بعديها، عايزني اصالحك تاني بكره ولا يعني تحب اغنيها، كل مره تقول هتسيبني المره دي خليك قديها، اشك بجد انك حبيتني هي مشاعري وخلاص هرميها، عامل من الحبه قبه وربنا وحده اللي يعلم، عاقل ولما هبه مجنون ومش بتفهم. جميله جدا. عايز اعرف انت بدات بكتابه القصايد والاشعار، ايه اللي خليك توجهت انك تكتب اغاني؟
هو انا فعلا بدات كنت في الاول خالص، انا من وانا صغير بكتب شعر. موضوع الاغاني ده جديد عليا لسه، بس انا لقيت يعني ان هو الاغاني اسهل في كتابتها، يعني مثلا قصيره وقتها بتاخد وقت اقل، مثلا ممكن 5 6 سطور اعمل اغنيه. الحاجه التانية انه القصيده بتبقى ايه، محتاجه انك انت توصفي كل الاحداث بتاعتها وانت اللي بتقدميها، فبتبقي ايه انت كل حاجه بتقدميها بنفسك، تمام. انت اللي بتلقيها وانت يعني بتعمل. الأبسط بالنسبة لك القصيدة الاغاني ولا الأغاني؟ الاغاني طبعا اوسط، لانه برضو الاغاني انت بتساهم فيها، بس بتكتب الاغاني بتديها مثلا لملحن بيلحنها وفي مطرب بيغنيها، فانت بتساهم فيها بس. طب عرفنا طريقة كتابتك للأغنية بتبقى متكونة من إيه؟ هي الاغنيه انا يعني كنت داخل الموضوع هوايه في الاول، بس بعد كده دورت على النت ولقيت ان هو ايه، مش مجرد هوايه، هو برضو ليها مكونات وحاجات لازم نمشي عليها. الأغنية أو أي غنوة بتتقسم لمذهب وسينيو واتنين كوبلين. المذهب ده بيبقى هو الكوبليه الأولاني، أو بيسموه برضو الأكسس أو الفيرس، ده اللي هو الدخلة بتاعت الأغنية، اللي على أساسه برضو بنجيب قده من الكوبليه التاني وقده من الكوبليه التالت. أما السينيو دي الحتة اللي بتتكرر، يعني في الأغنية اللي قلتها دي قلت عامل من الحبة قبة وربنا وحده اللي يعلم، عاقل ولما هبة مجنون مش بتفهم، دي الجزء بتلاقيه بيتكرر في الأغنية. إنما بقى إيه المذهب اللي هي الدخلة بتاعت الأغنية، يا حبيبي لو ممكن تسمع لي وبلاش في العند تسوق فيها، بتقول مش عايز ترجع لي اشمعنى أنا كنت بعديها، دي الدخلة. بعد كده بجيب قدها في الكوبليه التاني، زعلك طول على فكرة رغم إني صالحتك بعديها، عايزني أصالحك تاني بكرة ولا يعني تحب أغنيها. حلو جدا انك انت بتطور من نفسك وبتدرس كلمات اغاني وكده، يعني حلو ان دايما بتدرس، نحاول نعمل علينا يعني. دي حاجة حلوة قوي. طيب عايزين نسمع منك كلمات اغنية تانية. ماشي، في أغنية تانية اسمها نفس الطريق، بتقول أنا من غيرك مش عارف أعيش، بعدك مفيش حاجة في الحياة، تعالي وشوفي يا حب السنين، قلب الحزين لمين سايباه، تصبحي على حضني كنت بقولها قبل النوم، هزارنا زعلنا كل كلامنا إزاي نسيتيه، وانت في حضني كنت تردي وتروحي في النوم، قادرة تحسي باللي بقيت أنا فيه، مين قال نسيك ده أنا تفكيري فيك، وصلني مرحلة الجنون، وإزاي على قلبك يهون، لو فين تغيب وياك بسيب، ذكريات هيفكروك، لو فين تروح هيرجعوك لنفس الطريق، كل مكان بفوت عليه بلاقيكي فيه، ماضي بيتعاد، بصيله وقولي ساكتة ليه، طب يا حبيبتي إيه آخر البعاد. جميلة فعلا. قولي بقى لو تمنيت حد يكتب لك كلمات، يعني حد ياخد الأغاني بتاعتك، كلمات الأغاني، مين من المطربين اللي انت تفضل ان هو ياخد الكلمات دي؟ هو انا يعني بتحب مين؟ اتمنى مثلا اللي هو يكون شخص مناسب، اللي هي تكون ماشيه مع المود بتاعه وكده، بس انا بالنسبه لي انا بحب حماقي جدا، فيكون لي الشرف طبعا لو غنى لي حاجه يعني. بتوثق الكتابات بتاعتك دي؟ طبعا في القاهره هنا حاجه اسمها رقابه على المصنفات الفنيه، بوثق فيها. طب عايزين دلوقتي انا اول طلب اطلبه غريب من ضيف يكون معايا في الشعر، فعايزه اسمع منك بيت، البيت ده قولوا لي دلوقتي من تفكيرك او تأليفك كده. دلوقتي مش عارف، بس كان محتاج وقت افكر وكده يعني. حاول تبقى اي حاجه في دماغك كده على السريع طب اديني كام ثانية بس كده. بسرعة. عاوز انا اقول لك بيت وماله نقول يا استاذة، ده انا سبت اللي ورايا وجيت، حتى الشغل خدت منه اجازة، ما فطرتش ولا اتغديت وقلت مش وقته وملهوش عازة، أنا بالنسبة لي كده عديت وعملت حلقة ممتازة. جميل جدا، ما توقعتش البيت مش يعني. عارف لا بس حلو، جت جبته كده. بطريقة جميلة. وبكده طب نكون نهينا حلقتنا، للأسف الوقت جرى معاك بسرعة. بكده أعزائي المشاهدين بشكرك شكرا جزيلا الأول يا جيمي، نورتني خليك وشرفتني، ربنا وأشعارك جميلة ممتعة فعلا، يخليك وكان أستاذ، نفسي أكمل معاك أكتر بس للأسف وقت حلقتنا. شكرا لك. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أشوفكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء مع نرمين المهندس، بس استنوني مع فكرة جديدة وبرنامج جديد. الحلقة الجاية هكون بتهم السيدات والفتيات وبتهم وبتتعب الرجال شوية، فاستنوني الحلقة الجاية مع نرمين المهندس، إلى اللقاء.